خلي البنك على 24 بتاعي. انا قلت كده؟ ايوه قلت كده. انا قلت 5 درجات في ال 100 زياده؟ سيبه كده ماكسيمم كده. لا حقيقي مش انا. مش انا دول. انتوا دخلتوا بعد ال ديجيتال دخلتوا محاضره انالوج صح كده؟ كان في محاضره انالوج؟ اه في محاضره انالوج اللي هي فيها ستريس كنترول. اه صح كده؟ يعني تقريبا المحاضرات ممكن هتبقى محاضرتين كمان او ثلاثه بكتير قوي يعني. محاضرتين. ف ان شاء الله يعني مش هطول بقى هنخلص بدري في السكشن مش هنتاخر. النهارده هنبدا اول محاضره في جزء الانالوج. احنا كل اللي فات ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل كنترول ديجيتال كنترول. يعني ايه ديجيتال كنترول؟ يعني الانبوت بتاعي كان ديجيتال والاوتبوت بتاعي كان ديجيتال صح كده؟ يعني كان مثلا الانبوت بتاعي سنسور يا اري يا 0 يا 1 او سويتش اري 0 1 صح كده؟ والاوتبوت بتاعي يا 0 يا 1 يشغل سلندر فورورد يشغل سلندر باكورد يا شغال موتور ست يا صح؟ ما كانش فيه اي حاجه انالوج صح كده؟ فاحنا النهارده ان شاء الله هنبدا اول محاضره في انالوج كنترول. الانالوج كنترول عندي نوعين من الانالوج كنترول. يا اما الانبوت بتاعي هو هيبقى ايه؟ هيبقى عباره عن انبوت وهيحصل عليه كنترول معين و في الاخر هيبقى فيه الاوتبوت صح كده؟ عندي نوعين. النوع الاولاني الانبوت بتاعي هيبقى انالوج تمام؟ عن طريق ايه؟ عن طريق مثلا بريشر سنسور او تمبريتشر سنسور. سنسور تمبريتشر مثلا قريبي درجه حراره من 0 ل 100 سنسور 100 درجه تمام؟ والاوتبوت بتاعي وطبعا هيعدي على الكنترول الاوتبوت بتاعي هيبقى ازاي ديجيتال؟ يعني هشغلي مروحه مثلا اون او هشغلي مروحه تمام؟ يعني مثلا لو على عن درجه حراره مثلا 50 درجه هشغلي مروحه. لو قل عن 45 درجة هيقفل المروحة تمام؟ ده كده أول نوع. تاني نوع عندي إن أنا هيبقى الإنبوت بتاعي أنالوج والأوتبوت بتاعي برضه أنالوج. ده لسه ما اتشرحش في المحاضرة. المفروض يعني اللي هو ستريس كنترول اللي هو أول نوع اللي هو الإنبوت بتاعي أنالوج والأوتبوت بتاعي هو تمام؟ الجزء الثاني اللي هو الانبوت بتاعي انالوج والاوتبوت انالوج ده هو البي اي دي كنترول. لسه ده ما اتشرحش يعني ان شاء الله بكره في محاضره صح كده اعتقد هيتشرح فيها الساعه دي. سلام تصريفه وحش؟ لا والله يعني مش وحش بس هو يعني في طريقه معينه هو بيصحح بيها. يعني هو مش عشان انت مثلا ما وصلتش لناتج فغلط. لا هو شايفك مثلا انت حاولت فيها او يعني كنت فاهم المساله فبيديك درجه على خطواتك او على فهمك. يعني هو عنده بيحب يمسح الناس ان شاء الله. لا لا والله مش هتشرحتوها قبل كده في لا 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 ل
هو بالنسبة للبانيك كنترول البانيك كنترول لو انا هكتب جراف لو هعمل جراف ست اشتغل حضرتك عملت لها نوت ليلة الامتحان دي علينا فعلا ولا مش علينا؟ هي مش نوت احنا شرحناها في السكشن صح؟ اللي هو مثلا لو انا بص هي سلكتور وبعد كده ماشي اللي هي النوت اللي حضرتك بتحطها وفلاشر بقى الفلاشر انت واخدينها بس المساله اللي كانت بص هي يعني المساله ما فيهاش حاجه جديده صح؟ هي فكره عن طريق حاجه انت اتشرحتها صح؟ فهو لو جاب حاجه زي دي ما حدش هيقدر يقول له انت ليه جبتها ما شرحتش المساله دي ليه في الامتحان؟ طب انت شرح يعني مثلا اي ماده مثلا هو بيشرح لك المنهج او بيشرح لك الفكره والمساله مثلا في الفاينل او في الامتحان تبقى فكره جواها صح؟ نفس الكلام انت يعني مثلا كنترول بانل هي عباره عن ايه؟ سويتشات نفس الكلام هتحل اللادر هتحل فانكشن بلوك دايجرام هتحل اي حاجه بس نفس البيزك انت واخده في المحاضره واخده في السكشن صح كده؟ فهو مش حاجه جديده هي فكره مساله جديده بس هي مش حاجه جديده تمام؟ انا متعلم كان في حته كده كنت ممكن ارسم التايم عادي خالص بس انا قررت اغش يعني ان شاء الله تكونوا عملتوا كويس في الامتحان وتعملوا ان شاء الله احسن في الفريق انا هاخد منه برنامج سيماتيك بعد ال ايه؟ هاخد منه برنامج سيماتيك بعد عشان تجرب بقى وبرضه اهتموا باللعب عشان ايه؟ امتحان اللعب امتحان لعب زي اي سؤال انت اخدته في اللعبه قبل كده يعني مش انت بتحضر اللعب المفروض وبتاخد السؤال مثلا بتنفذوه نفس الكلام هيقول لك مثلا اعمل لكنك بتحل مساله على ايه بس هتحلها على ورقه مثلا وتعملها على ايه؟ هتحلها على ورقه في سناب مش عارف بس اكيد يعني مش هيبقى احنا عملنا بنعرف حاجات اصلا وريتك بس يعني حاولوا تدربوا عليه فعلا في البيت يعني عشان ايه ما تروحوش اول مره تبقوا قدام او مثلا لو ما كنتش بتشتغلوا حد تاني كان بيشتغل مثلا عشان ننجح بالظبط اكيد يعني كل ده عشان ننجح تمام نبدا طب ماشي نبدا ان شاء الله احنا كل اللي فات كان حاجه اسمها ديجيتال كنترول يعني ايه يعني الانبوت بتاعي كان ديجيتال والاوتبوت كان ديجيتال يعني مثلا كان عندي سنسور قاري ان في اوبجكت قدامه يا اما زيرو يا 1 لو زيرو قاري هيعمل حاجه معينه لو 1 يبقى قاري يبقى هيعمل حاجه معينه لو زيرو يبقى مش قاري ففي حاجه ثانيه هعملها تمام والاوت برضو بيبقى 0 1 يا اما شغال سلندر فورورد يا اما شغال سلندر باكورد او طفي سلندر او بيعمل سيت للموتور او بيعمل سيت للموتور تمام طب الجزء اللي بعد الميتيرم او اللي هو بدا قبل الميتيرم بمحاضره اللي هو الانالوج كنترول المفروض ده هيبقى جزئين الجزء الاولاني احنا عندنا الانبوت وبعد كده بيحصل فيه كنترول بيحصل الاوت صح كده اول جزء الانبوت بتاعي هيبقى انالوج ويحصل عليه بروسس معينه او كنترول معين والاوتبوت بتاعي هيبقى ديجيتال زي ايه مثلا الانبوت انالوج زي ايه مثلا زي سنسور تمبريتشر سنسور او بريشر سنسور سنسور مثلا بيقرا درجه الحراره من 0 ل 10 درجات مثلا انت هتقول لو زاد عن 50 درجه شغل لي المروحه الفلانيه لو قل مثلا عن 45 درجه اقفل المروحه فكده انت الانبوت بتاعك هو ديجيتال هو انالوج اللي هي درجه الحراره من 0 ل 100 درجه والاوتبوت بتاعك هو ايه هو ديجيتال اللي هو يشغل المروحه يا ثاني اون يا ثاني اوف صح تمام طب الجزء الثاني اللي هو هيبقى ايه اللي هو المفروض هيبقى بدءا من محاضره بكره هيبقى الانالوج كنترول اللي هو اللي هيبقى البي اي دي كنترول اللي هو الانبوت بتاعي هيبقى انالوج والاوتبوت برضو انالوج ازاي مثلا لو دي بي ام مثلا بالظبط يعني حاجه شبه كده هو هيطلع لك فولت معين مثلا 7 فولت او هيفتح لك مثلا فولت
بنسبه معينه او هيعمل كنترول على السبيد بتاع الموتور بسرعه معينه او كده. تمام؟ فاحنا اللي هناخده النهارده هناخد الجزء الاولاني اللي هو الانبوت بتاعنا انالوج والاوتبوت بتاعنا ديجيتال. اول حاجه عايزين نعرف ازاي السيجنال دي بتتقرا من على في البي ال سي نفسه. اول حاجه انا بيبقى عندي ايه هنا مثلا عندي الفيزيكال كوانتيتي بتاعتي مثلا اللي هي درجه الحراره. انا هقيس درجه الحراره فاول حاجه بتعدي على ايه؟ على سنسور صح؟ الديجيتال سنسور على سنسور. هنا القيمه بتاعتي بتبقى ايه؟ بتبقى درجه حراره صح؟ مثلا من 0 ل 100 درجه. انا هقيس درجه حراره من 0 ل 100. طب السنسور ده بيحولها لي بايه؟ فولت او كارت صح كده؟ ماشي. على حسب السنسور بتاعي نوع السنسور بتاعي ممكن يحولها لي لفولت من 0 ل 10 فولت صح كده؟ او يحولها لي كارنت. تعرفوا الكارنت من كام لكام؟ 24 من 4 ل 20 ملي امبير. طب ليه من 4 ليه مش من 0؟ عشان لو السلك اتقطع انا عارف ان السلك مقطوع مش بالظبط. ليه من 4؟ عشان افرق الزيرو بتاعي السلك مقطوع ولا ان هي ان هو مديني مثلا 0 درجه. تمام؟ لو هو مديني 4 ملي امبير يبقى هو قاري 0 درجه صح؟ صفر. طب لو هو قاري صفر السلك مقطوع يبقى السلك نفسه مقطوع يبقى مفيش سيجنال صح كده؟ تمام. طب ممكن يكون عندي نوع تاني من السنسور مش من 0 ل 10 لا من نيجاتيف 10 فولت ل 10 فولت صح كده؟ او ممكن يكون عندي من نيجاتيف 20 ملي امبير ل 20 ملي امبير. يعني على حسب السنسور بتاعي انا هبدا اعمل كنترول بتاعي او هبدا اكود البرنامج بتاعي صح كده؟ تمام. طب السنسور المفروض بعد ما يحول لي كده المفروض بيروح على ايه؟ كنترولر. على الكنترولر بتاعي يبقى على مديول اسمه مثلا الانالوج انبوت صح كده؟ اللي هو بيحول لي الفولت ده او الكرنت ده لقيمه يفهمها البي ال سي. طب البي ال سي بيفهم ايه؟ هو بيفهم المفروض ديجيتال صح كده؟ هو ما بيفهمش اي حاجه امامه. فانت هو لازم المديول دي بتحول له القيمه الانالوج اللي انت مدخلها له دي القيمه ديجيتال هو يقدر يتحكم فيها. تمام؟ فهو هيحولها في قيمه ديجيتال وهيخزنها في الميموري عنده. بتبقى بحدد الادرس بتاعي مثلا بيبقى 256 مثلا الادرس بتاعي اللي هو هيخزن لي فيه الميموري دي او القيمه دي بيبقى بي اي دبليو 256. 256 ده الادرس اللي هو بيخزنه فيه. مش لازم تكون 256 بس هي الديفولت بتاعها 256 بس انا ممكن اعدل عليه يعني ممكن ما اخليهاش ب 256. طب ايه بي اي دبليو دي؟ دي اختصار بريفرال انبوت وورد. انبوت وورد بتاعتي اللي انا خدتها من الانالوج انبوت بتاعي بخزنها بريفرال انبوت وورد 256. طب الانالوج انبوت ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انالوج ديجيتال كونفرتر. يبقى عباره عن انالوج تو ديجيتال. تمام؟ يعني انا من غير تكويت اصلا من غير اي حاجه البي ال سي الانالوج انبوت موديول بتاعي بيحول لي اصلا السيجنال عندي من انالوج لديجيتال من غير اي تكويت. تمام؟ طب عايزين برضو نعرف هو بيخزنها ازاي؟ يعني انا مثلا عندي دلوقتي درجه حراره من 0 ل 100 درجه صح كده؟ احنا اتفقنا السنسور بتاعي مثلا من 0 ل 10 فولت فهيحولها لي السنسور هيحولها لي لكام؟ من 0 برضه ل 10 فولت صح كده؟ طب هتدخل على الانالوج ديجيتال كنترول كونفرتر او الانالوج انبوت موديول هيحولها لي من كام لكام؟ المفروض هيحولها لي من 0 لرقم معين صح؟ رقم ديجيتال معين صح؟ الرقم الديجيتال ده هيبقى كام؟ هيبقى 27000 648. تمام؟ ده كده ب ال ديسم. تمام؟ ده كده بالديسم. طب لو انا عايزه بالهكسر
ابقى من 0 ل 6 سي 0 0. طب انا لو حولت نفس الرقم ده للباينري هيبقى ازاي؟ هيبقى 0 0 0 0 هو رقم 27000 ده انا بحفظه ولا رقم 27648 هنحفظه ونعرف جنبه. ده 2 باور 16 صح؟ 2 باور 16 او 2 باور 27600 ده مش 2 باور 16. 2 باور 16 هتلاقيها 32000 وشويه. ايه؟ 27600 ده ستيب. ده سيف. يعني ده تمام؟ وهنعرف ليه دلوقتي. انا السنسور مثلا الليمتس بتاعته من 0 ل 150. من 0 ل 150 ايه؟ من 0 ل 150 هيحول لك فولت من كام لكام؟ من 0 ل 10 فولت. هو هيبقى من 0 ل 27648. طب لو هو مديك مثلا لحد الرينج بتاعه 150 تبقى ال 150 هي برضه 27648. تمام؟ يعني انا الرينج بتاعي بغض النظر عن هو رينج كام مثلا من 20 ل 500. تمام؟ تبقى ال 20 دي هي مكافأة للزيرو وال 500 هي مكافأة لل 27680 صح؟ تمام. أول حاجة أنا عايز أعرف دول كام بت؟ 16 صح؟ يبقى كام بايت؟ البايت بتبقى 8 يبقى 2 بايت صح؟ دي كده البايت الأولانية دي كده البايت الاولاني الثاني صح كده؟ تمام. طب انا ليه؟ انا المفروض الماكسيمم عندي من كل دول يبقوا 0 1 صح؟ كل دول يكون 1 صح؟ حاجه للكونفجريشن لازم تبقى مرفوعه. لا مش حاجه للكونفجريشن. احنا عندنا اول رقم ده اول رقم خالص اللي هو موست سيجنفيكنت بت ده بيعبر لك الساين بتاعك يا اما بوزيتيف يا اما تمام. لو 0 يبقى هو بوزيتيف، لو 1 يبقى هو نيجاتيف. طب بقيه الارقام ليه مش 1؟ لو 1 هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى 32700676 تقريبا. تمام. ليه انا باخد الرينج ده مش الرينج ده؟ ليه مش كلها 1؟ مش كده بالظبط. اسيب اسيب مكان معين للاوفر فلو. يعني لو درجه الحراره عندي عالت عن 500 فولت 500 سلسيوس فبالتالي الفولت بتاعي هيعلى عن 10 فولت فما يحرقليش البي ال سي بتاعي. ودي كام؟ هتبقى دي تقريبا هتبقى 117.5%. تمام. يعني دي كده لو انا حسبت ان دي 100% دي كده الرقم ده هيبقى 117.5%. فانا سايب 17% سيف عندي عشان ما يحرقليش البي سي او عشان الاوفر فلو لو حصل اوفر فلو عندي. تمام؟ 27000 ولا اي كنترول؟ لاي كنترول. 27600 معروف بالظبط. تمام؟ واحنا كل شغلنا هيبقى بالرقمين دول 0 و 27600. طب حلو. طب ده احنا لو افترضنا ان السنسور بتاعي من 0 ل 10 فولت صح؟ طب انا لو هو من نيجاتيف 10 فولت ليه 10 فولت؟ يبقى نيجاتيف 10 المفروض هتديني كام؟ سالب 27000 هتبقى مثلا هي دي 0 وهي دي 100 سلسلس صح؟ صح كده؟ طب الرقم ده هيبقى كام؟ سالب 27000 هيبقى سالب 27648 اللي هو انا اكني شلت البت الاولاني ده بدل 0 خليته 1 يبقى هيبقى عندي من سالب 27648 ل 27648. تمام؟ طيب
ايه تاني؟ طب هو ليه اصلا بياخد 2 بايت؟ احنا اتفقنا ان هو 2 بايت يعني 16 بيت صح؟ ليه هو بياخد 2 بايت؟ هو بيتخزن في حاجه اسمها ميموري وورد صح؟ الوورد دي بتاخد 2 بايت اللي هي 16 بيت تمام؟ طب لو عايز اخزن اي حاجه بعد كده في دبل وورد تبقى كام بايت؟ دبل وورد يعني ضعف الوورد هتبقى 4 بايت صح كده؟ ماشي طب انا لو عايز اعمل كنترول اصلا يعني انا دلوقتي انا حولت البي ال سي نفسه حول لي الرقم بتاعي من فولت لرقم من 027688 طب انا لو عايز اكتب الكود بتاعي انا هقدر اكوده مثلا انا عايز 50 درجه سيلسيوس هقعد اشوف بقى ال 50 درجه دي هتعمل لي كام بالديسيمال واشوف مثلا اقول له لو اكتر من 13000 مثلا اعمل لي كذا ولا انا عايز عند رقم معين انا اللي بحدده اللي هو 50 درجه انا عايز اتعامل معاه 50 درجه او 30 درجه او 60 درجه او 70 درجه صح كده يعني انا عايز احول الرقم ده تاني من رقم ديسيمال لرقم فيزيكال كوانتيتي اقدر اتحكم بيه صح فاعمل حاجه اسمها سكيلينج ايه هو السكيلينج السكيلينج بتاعي ان انا اعمل ايه ان انا عندي رقم من 0 ل 27648 صح كده عايز احوله من 0 لكام ده كده التمبريتشر صح اللي انا عايزها عايز احوله مثلا من 0 ل 100 درجه صح انا عندي رقم من 0 ل 27648 عايز احوله رقم من 0 ل 100 درجه سيلسيوس صح كده احولها ازاي طبعا دي هتبقى علاقه لينير كل ما ده يزيد ده هيزيد معايا صح كده تمام انا عندي رقم هنا اللي هو بيعبر لي عن دي بريفرال انبوت وورد 256 ده اللي هو اري عندي عايز اشوف الرقم ده بيساوي كام درجه سيلز صح طب عشان اجيب الرقم ده بيساوي قد ايه سيلز المفروض اعمل ايه هعمل سكيل اللي هو هقول ان التمبريتشر بتاعي تساوي البي اي دبليو البريفرال انبوت وورد بتاعتي بي اي دبليو 256 واضربها في السلوب بتاعي صح؟ 100 السلوب بتاعي اللي هو كام؟ اللي هو 100 ناقص 0 اللي هي 100 على 27648 ماينس 0 صح؟ يبقى في 100 على 27648 صح كده؟ بعد كده انا عندي التمبريتشر دي بالسلسيوس اقدر اتحكم فيها اشوف التمبريتشر دي لو اعلى من 50 درجه هعمل حاجه لو اقل من 50 درجه هعمل حاجه او اقل من 45 اعمل حاجه يعني عندي قيمه فيزيكال اقدر اتحكم فيها صح كده حلو طب البريفرال انبوت وورد ده بيبقى على حسب البي ال سي نفسه ولا حسب ايه رقمه يعني 256 ولا ايه يعني هو 256 من وسط ال 27 ولا هو لا هو 256 يعني ده بريفرال انبوت وورد 256 ده الرقم ده باي ديفولت هو كده او ستاندر هو كده بس انا ممكن اتحكم فيه في البي سي اخليه مثلا اول شانل رقمها كذا لو انت ما عدلتوش هو باي ديفولت هو 256 تمام اللي هي الشانل الاولانيه اللي انت موصل بيها السنسور تمام في الانالوج انبوت او الانالوج ديجيتال كنترول تمام انا لو عايز اخزن رقمين عايز اخزنه كنتين الاول هخزنه في بي اي دبليو 256 والثاني هيكون رقم كام قول انت كده مثلا 258 بالظبط عشان 256 دي واخده 56 و57 صح اللي بعديها واخده 58 و59 وهنشوف الكلام ده جاي قدام ماشي حد ما فهمش الحته دي لو انا عايز الانبوت اللي بعد كده الانبوت اللي بعد كده هيبقى كام بعديه باثنين او قبليه باثنين مثلا يعني ما ينفعش احط 257 هو ممكن من زيرو عادي ولا ايه؟ ممكن يبدا من زيرو عادي ولا المينيمم بتاعه 256 هو مش المينيمم بتاعه مش عارف كام بالظبط بس هو يعني ده رقم انت ممكن تقدر تتحكم فيه يعني انت في البرنامج نفسه بتحدد مثلا اول سنه
الادرس بتاعها كذا الثاني شانل الادرس ممكن رقم اقل من كده عادي ايه ممكن رقم اقل من كده عادي اه عادي تمام طب ماشي ده احنا عملناه كجراف صح طب انا عايز اعمله كبي ال سي اعمله كبي ال سي ازاي احنا حولنا الرقم ده ان انا ضربته التمبريتشر بتاعي بتساوي البي اي دبليو في 56 ضربتها في 100 على 27680 احطه في البلوك احطه في البلوك اللي هو هضرب الاول ال 100 وبعد كده اقسمها على 27680 تمام ماشي يعني بص احنا عندنا ثلاث طرق ان انا اعمل سكيل او ثلاثة لانجوج ان انا اعمل سكيل اول حاجه عن طريق الفانكشن بلوك دايجرام وهنشوف كل اللانجوج دي وعندي طريقه ثانيه اللي هي ستيتمنت ليست اس تي ال والطريقه الثالثه ان انا بعمله ببلوك جاهز اسمه اف سي 105 ده بلوك جاهز للسكيل تمام وهنشوف الثلاث طرق بتاعتها ماشي هنشوف اول طريقه مثلا اللي هي فانكشن بلوك دايجرام ماشي اول حاجه الفانكشن بلوك دايجرام الفانكشن بلوك دايجرام اللي انا عايز اعمله انا عايز اخد البريفرال انبوت وورد 256 ده ادخله في بلوك ملتبلاي مثلا اضرب فيه 100 واقسمه على 27648 صح كده طب الرقم ده انتجر ولا رينج؟ يعني ينفع في كسر ولا ما ينفعش في كسر؟ ما ينفعش عشان انا باخده من البي ال سي ما فيش في كسر صح؟ طب هل احتمال التمبريتشر اللي تطلع لي دي يكون فيها كسر ولا ما فيهاش كسر؟ كسر اكيد هيبقى فيها كسر يعني عمرها ما يعني مش لازم تطلع لي 50 درجه بالظبط ممكن 50 ونص درجه صح؟ بالظبط بس انا دلوقتي لو ضربت انتجر في انتجر وقسمته على انتجر هيطلع لي ايه الناتج في الاخر؟ انتجر هيطلع لي انتجر عرفه يعني هشيل الكسر بتاعي صح؟ بس انا مش عايز كده عرفه كفلوت انا عايز الكسر بتاعي يطلع معايا صح؟ عرفه فلوت عرفه فلوت صح كده؟ اللي هو في البي ال سي اسمها ريل انا اسميه ريل احوله الريل نمبر ريل نمبر يعني ايه؟ يعني بوينت زيرو او بوينت حاجه معينه صح؟ طب الرقم ده انا لا ال 100 دي انا هحول الانبوت وورد دي لريل صح؟ والمفروض هضربها فري واقسمها على بدين صح؟ عشان احول ال 100 دي للريل اعمل ايه؟ ال 100 دي لا هي ال 100 هي ال 100 دي مش حاجه متعرفه في البي ال سي صح؟ يعني رقم انا بكتبه مش بخزنه انا بقول له اضربه في 100 بالظبط هحط علامه بوينت زيرو طب ال 27648 نفس الكلام برضو احطها بوينت زيرو صح كده؟ في حد واقع مننا في حاجه؟ تمام طب البريفرال انبوت وورد 256 دي لازم بقى دي حاجه متعرفه صح؟ فما ينفعش احطها بوينت زيرو لازم احولها الريل صح؟ طب احولها الريل ازاي؟ بحولها الريل عن طريق خطوتين اول حاجه دي متعرفه كوورد صح؟ فواخده مساحه وورد اللي هي 2 بايت اللي هو ما فيش اصلا مكان لبوينت زيرو صح؟ عشان بوينت زيرو هي الانتجر بياخد 2 بايت هدخلها في دبل وورد يبقى احولها الاول حاجه لدبل صح؟ فاول حاجه عندي البلوك بتاعي اللي هو داخله بي اي دبليو 256 بحوله لدبل اوكي؟ فهحط ايه؟ انتجر 2 دبل وهخزنه في ميموري مثلا دبل 60 في حاجه مش مفهومه هنا انا عملت ايه؟ انا خدت ال 256 دي انا عايز احولها ريل صح؟ عشان احولها ريل لازم احولها على طريقتين او عن طريق تو ستيبس اول حاجه بخزنها في ميموري دبل يعني بتاخد 4 وورد تمام؟ بتاخد 2 وورد يعني 4 بايت صح كده؟ وبعد كده باخد دي بحولها للريل ماشي؟ فالخطوه الثانيه ان انا اخد الميموري دبل 60 واحولها ريل يبقى دبل 2 ريل صح كده؟ واخزنها في ميموري دبل. طب الميموري دبل دي تبقى كام؟ يعني احطها كام؟ 61 64 64 ليه؟ عشان ال 60 دي دبل
انت واخده 60 و61 و62 و63 صح؟ او ممكن تعملها لو هو مش محدد لك في الامتحان سيكونس معين، انت ممكن تعملها مثلا ميموري دبل 70، تبعد خالص عن حته ان انت تحسب الاربعه بايت اللي بعدها لو هو مش محدد لك. لو هو محدد لك ان انت هتمشي بنفس السيكونس كلهم اربعه، يبقى انت هتضطر تحسبها اربعه بعد 60 فتبقى ال 64. تمام؟ ماشي. انا كده حولت اول حاجه البريفر انتور من انتجر للدبل، وبعد كده حولتها من دبل تو ريل، كده بقت جاهزه المفروض اقدر اعمل فيها الايكويشن دي صح؟ المفروض اول حاجه اعمل ايه؟ اضرب فيها ال 100 فهاخد ملتبلاي ريل، وعندي الانبوت الاولاني انبوت 1 وانبوت 2. الانبوت الاولاني اللي هو ميموري دبل 64 هضرب فيها 100 صح؟ بونت 0 بالظبط، لازم احط 100 بونت 0، ما ينفعش احط 100 بس. ماشي؟ واخد الاوتبوت بتاعي واسميه ميموري دبل كام؟ 68 او 70 لو عايز تبعد خالص، 80 90 اي رقم تاني. تمام؟ بعد كده اخر حاجه ان انا بقسم عليها بقى ريل، عندي الانبوت 1 وانبوت 2 والاوت بتاعي و 27، اقسم على 27648.0 ودي تبقى الميموري دبل بتاعي زي مثلا 68 69 70 71 يبقى 72 صح كده؟ ماشي. كده انا حولت التمبريتشر بتاعي من دي اي دبليو 256 من رقم من 0 ل 27640 لرقم من 0 ل 100 درجه اقدر اتحكم فيها. اقدر اقول له مثلا بعد كده لو الرقم ده مثلا اعلى من 50 درجه شغل المروحه صح؟ لو الرقم ده اقل من مثلا 45 درجه اقفل المروحه صح؟ سهل كده؟ ان شاء الله على السيكونس ده دخلت التمبريتشر بعد ما حولت الديجيتال. تمام؟ طلعتها. تمام؟ هو بقى اول حاجه هيبقى بص، هو اول حاجه انت التمبريتشر عندك انا صح؟ دخلت على السنسور لسه انا صح؟ السنسور طلعها لك انالوج من 0 ل 10 فولت صح؟ دخلت على الموديول اللي هو الانبوت موديول، انبوت انالوج موديول او الديجيتال انالوج ديجيتال كونفرتر، تحولت من قيمة انالوج لقيمة ديجيتال اللي هي قيمة ديجيتال من 0 27648. عشان تعمل انت كودنج عليها انت مش هتقدر تعمل كودنج من 0 ل 27648. يعني هيبقى رخمة ان انت تشوف مثلا عايز 50 درجة، هتشوف 50 درجة دي تساوي كام بال 27648، او مثلا عايز 60 درجة هتشوف هترجع تعمل تشوف اللي هي بتساوي كام بال 27648 وتكتبها في الكود بتاعك. انت بدل ما تعمل كده انت هتحول القيمه بتاعتك اللي من 0 27648 لقيمه من 0 ل 100 درجه سلسيوس. تمام؟ عن طريق ايه؟ عن طريق الكودنج او السكيلنج اللي انت عملته. بعد كده انت القيمه اللي في ايدك هي قيمه تمبريتشر من 0 ل 100 درجه. عندك بقى الحريه بعد كده تعمل كنترول عليها، تقول مثلا لو ازيد من 50 درجه تحطها مثلا في كونفرتر ولا حاجه، تقول مثلا لو الرقم ده اكتر من 50 درجه اعمل حاجه معينه، لو اقل من 45 درجه اعمل حاجه. تمام؟ في حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ تمام؟ هو اللي يقرا 45 ايه؟ هو اللي يقرا بالظبط، هو اللي هيطلع لك على طول اللي هي الميموري دبل 72 دي هتبقى قيمه من 0 ل 100 درجه على طول. وانت اما تقول مثلا لو القيمه دي اعلى من 50 درجه هو فاهم ان 50 درجه دي اللي هي درجه الحراره، هو 50 درجه دي لو خدها حولها اللي هو ديجيتال عشان يعرف يقراها بعد كده ايه. ما هي ما هي دي خلاص بقت ديجيتال عندك، دي مش انالوج صح؟ دي قيمه ديجيتال كده خلق ديجيتال انالوج عادي بقى انالوج عن طريق السنسور صح؟ وبعد كده بعد ما دخلت انالوج عن طريق السنسور اتحولت ديجيتال لوحدها، بس اتحولت لك السكيل تاني صح؟ بس انت عايز السكيل اللي انت عايز تشتغل عليه اللي هو من 0 ل 100 درجه. فانت عملت سكيلنج اللي هو هتاخد ال 0 من 27648 اللي هو حولها لك لرقم من 0 ل 100 درجه عشان تقدر انت تتعامل معاه. تمام؟ عشان يظهر لي بس درجه الحراره. عشان يظهر لك درجه الحراره.
بعد كده انت هتعمل الكنترول بتاعك ايا كان الكنترول. تمام؟ ال 100 وال 27 دول دول اللي هو جايين من السكيلينج صح؟ بالظبط. مش من ال لا من الايكويشن دي انا عملتها هنا. تمام. الايكويشن دي بتقول لي ايه؟ ان انا باخد البريفر انبوت وورد بضربها في 100 وفي 0، فانا اخدت البريفر انبوت وورد بس حولتها طبعا لريل. تمام؟ ضربتها في 100.0 وقسمتها على 27648. تمام؟ اللي هو البلوك التاني. في ناس ممكن تعمل ايه برضه؟ ممكن تشوف ال 100 على ال 27648 دي تبقى كام؟ يعني 100 على 27000 هتبقى مثلا بتساوي ريفرال انبوت وورد 256 على 27600.4. صح كده؟ الايكويشن دي هي الايكويشن دي. صح؟ بس دي هستخدم لها بلوكين لو هضربها مره بقسمها مره. صح؟ انا عملتها على طول قسمتها على رقم واحد اللي هو 27276.48. وخلي البلوك هو اللي وتخلي لا يعني انت هتشتغل كده عادي، دي عادي ودي عادي. هنا هتبقى مثلا هتشيل ده خالص، هتشيل المطلوب، هتقسمها على رقم كده بس، مش هيبقى كده، هيبقى البلوك ده بس. تمام؟ مفهوم الحته دي؟ طب ده الحاله دي لو السكيلينج بتاعك من 0 ل 100 درجه. طب لو عايز اعمل السكيلينج بتاعي مثلا من السنسور بتاعي مثلا من 20 ل 100 درجه، يعني مش بادئ من 0 اصلا، اخلي ال 100 دي 80. لا انا عايز من 0 من 20 ل 100 عشان الكيرف فوق حاجه. بالظبط. اعمل ايه؟ هيبقى الكيرف بتاعي ممكن نمسحه، نمسح جزء هنا، يعني ده لو السنسور بتاعي بيقرا من 20 ل 100 درجه. طب الفولت بتاعه هيبقى من كام لكام؟ 0 ل 10. من 0 ل 10 ما بغيرش في اي حاجه، صح كده؟ من 0 ل 10 فولت. لو انا عايز اعمل السكيلنج بتاعي، الجراف بتاعي هنا هيبقى تمبريتشر، وهنا هيبقى ال 27648. صح كده؟ وهنا ده الزيرو بتاع 748 ال 27000. بس الكيرف بتاعي مش هيبدا من الزيرو، التمبريتشر مش هتبدا من الزيرو، تبدا من 20. صح كده؟ وتنتهي عند ال 100. فالجراف بتاعي هيبقى حاجه كده. ودي ال 27000. صح كده؟ ولو انا عندي بريفر انبوت وورد بتاعتي هنا 256 هشوفها بتساوي كام؟ كاتب المتر. فاكتب الايكويشن بتاعتي. الايكويشن بتاعتي هتبقى ازاي؟ هي بس بدل ال 100 هتبقى 80. في حته خالص كده. طب واحده واحده، احنا هنعمل بريفر انبوت وورد اول حاجه 256. صح كده؟ المفروض كنت بضربها في السلوب. السلوب بتاعي اللي هو كام؟ 80 اللي هو 80 على 27648. صح كده؟ بس هو هل هو بادئ من 0 ولا بادئ من 20؟ بادئ من 20، فهعمل الشيفتنج بتاعي اللي هي بلس 20. صح كده؟ طب انا لو مش متاكد من الايكويشن دي ممكن اجربها؟ لو مثلا عندي 27648 المفروض الناتج هيطلع لي كام؟ يطلع لي 100 صح؟ ف 27000 هتروح مع 27000 هتبقى 80 زائد 20 هتبقى 100 بتاعتي. صح كده؟ طب لو 0 المفروض هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 20 صح؟ هيبقى 0 مضروبه في اي رقم هيبقى ب 0 زائد 20 هتطلع لي ال 20 بتاعتي. صح كده؟ في مشكله؟ تمام. طب لو نفس الكلام بقى بس ايه؟ السنسور بتاعي كده يوني بولر صح؟ يعني بوستيف بس. يعني من 0 ل 10 فولت، لا انا عايزه من نيجاتيف 10 فولت ل 10 فولت. او السنسور بتاعي اللي موجود عندي حاليا هو باي بولر اللي هو من نيجاتيف 10 فولت ل 10 فولت. عامل ازاي؟ عن اكستند الاكس اكسس شمال. بالظبط. لا خلي بقى 27000 كده بيه ظبطت ايه؟ ماشي. او انا ممكن اخليها شمال يعني عشان انا اصلا الرقم عندي اخره 27648، فمش لازم الخبط نفسي برقم مثلا حاجه و50000. تمام؟ ليه 27؟ بالظبط.
يعني هاكستند فعلا الاكس اكسس ده للنيجاتيف واعمله من نيجاتيف 27000 ل 27000. ادي كده الاي بس انا السنسور داخل الحاله اللي بقى في حاجه بتجيب اسهل يعني. انت على حسب السنسور اللي معاك يعني لو مش متوفر عندك غير لا يعني مش لازم عشان هو النيجاتيف 10 بس بقى عارف الغالب يبقى افضل. لو انت ملهاش دايركشن ايوه ملهاش دايركشن بس افرض انت المتوفر عندك هو السنسور ده فهتضطر تستخدمه تمام. فانت عندك الرقم دلوقتي عندك من نيجاتيف 27648 ل 27648 صح كده. وعندك درجه الحراره من كام لكام؟ 20 100 فولت اللي هي 100 درجه وادي ال 20 درجه صح كده. عايز ترسم الكيرف بتاعك هبتدي من اول هنا اول هنا اول هنا صح من اول هنا هنتهي صح كده. والمفروض الرقم ده يطلع لي كام؟ عن تحت ولا 80 على هنا لو هو لو زيرو 60 عند 60 صح؟ صح كده؟ اللي هي مثلا هو المفروض نص القيمه ما بين دي ودي اللي هي 40 هتزودها تبقى 60. طب لو عايز اكتب الايكويشن بتاعتي اكتبها ازاي؟ لو عندي مثلا بريفر انبوت وورد هنا عايز اشوف بتساوي كام؟ بس اللي بتطلع من الشانل بتاعتك يعني انت دلوقتي طلعت من السنسور دخلت على الشانل الانالوج انبوت موديول بتاعتك طلعت من الناحيه الثانيه بريفر انبوت وورد 256 تمام. يعني دي قيمه جوه البي ال سي تمام. تمام نفس الايكويشن دي بس اللي تحت اللي هو 2764 بالظبط. يعني هقول مثلا البريفر انبوت وورد بتاعتي 256 اضربها في السلوب بتاعي ممكن استخدم السلوب ده بس صح؟ اللي هو ممكن استخدم السلوب ده بس صح؟ يعني ممكن اخد الحته البوزيتيف بس اللي هو 100 ناقص 60 دي هتبقى 40 على 27648 او هتبقى 80 على ده في الرقم ده صح كده؟ زائد 20 زائد 20. طب انا مش متاكد من الايكويشن بتاعتي عايز اجربها ما ركزتش في السؤال ايه الايكويشن بتاعتي إيه؟ انا عايز التمبريتشر دلوقتي على الكيرف ده صح. انا عندي بريفر انبوت وورد 256 تديني رقم معين انا مش عارف هكتب الايكويشن بتاعتي اللي هي هتبقى ايه اللي هي التمبريتشر اللي انا عايزها اللي هي هتبقى هنا بتساوي ايه بتساوي بريفر انبوت وورد في السلوب بتاعي صح. ممكن اخد السلوب كله ممكن اخد السلوب ده بس صح ايا كان انت هتعمل ايه. لو خدت الاسلوب كله هيبقى الرقم بتاعك اللي هو دلتا واي على دلتا اكس دلتا واي اللي هتبقى كام 100 ناقص 20 هتبقى 80 صح. 80 على كام على 27648 ناقص ناقص 27648 هيبقى ضعف الرقم صح. هتبقى 80 على ضعف الرقم او لو انت خدت الجزء البوزيتيف بس هتبقى 40 اللي هي 100 ناقص 60 اللي هي النص بتاعك تمام على 27648 تمام. طب انت لو عايز تتاكد من الايكويشن بتاعتك هتعمل ايه؟ هتفرض مثلا البريفر انبوت وورد هي 27000 اللي هي الماكسيمم المفروض درجه الحراره هتطلع لك 100 صح؟ فهنا تبقى 27000 هتروح مع 27000 تبقى يبقى هنا 60 اه المفروض هنا الشيفت بتاعك 60 عشان انت الزيرو بتاعك عند 60 فاهمني؟ عشان انت مش واخد السكيل كله انت واخد البوست بس. لو خدت السكيل كله هتبقى تعمل بوست ب 60 بلس 60 بلس 20. لو خدت الجزء البوست بس تبقى عندك بلس 60 عشان انت بادئ من 60 فاهمني. لو انت خدت الكيرف كله السلوب كله كامل هتبقى هتزود 20. لو خدت الكيرف ده هتزود ال 60 بس هو ستيل انا لو اخدت الكيرف كله او نصه هتزود ال 60 الريشيو ثابته هتزود ال 60 الريشيو اللي هي أيوة. 40 اوفر 27 ماشي يعني في الحالتين انت هتزود ال 60 مش هتزود ال 20 صح؟ في الحالتين انت هتزود ال 60. طب نجربها كده لو 27000 تبقى 27000 هتروح مع 27000 تبقى 40 زائد
60 هتبقى 100 درجه صح كده؟ ليه؟ طب انا لو عندي زيرو، عندي زيرو انا متوقع يطلع لي كام؟ 60. فزيرو تايمز اي حاجه بزيرو زائد 60 هتطلع لك 60. طب لو نيجاتيف 27000 المفروض يطلع لك كام؟ 20. هتطلع لك ال 20. سالب 40 زائد 60 هتبقى 20 درجه صح كده؟ حد عنده مشكله؟ تمام. ممكن ناخد مساله او احنا ممكن نعملها تاني مره ثانيه بالفانكشن بلوك دياجرام ونشوف ازاي هنعملها بالستيتمنت ليست والاف سي 100 و... لو انا عايز اعمل الايكويشن دي عن طريق الفانكشن بلوك دياجرام اعملها ازاي؟ اول حاجه لازم احولها دي لريل صح؟ عشان احولها ريل على طريقتين اللي هو احولها الاول لدبل ومن دبل احولها ريل صح كده؟ اللي هي الجزء الاولاني صح؟ فاول حاجه هدخل بريفر انبوت وورد 256 هدخلها احولها لدبل اللي هي تبقى انتجر تو دبل وهخزنها في ميموري دبل وليكن 60. بعد كده عايز احولها للريل يبقى دبل تو ريل ام دي 60 ممكن اخزنها على طول ام دي 70 مش لازم اشوف بقى الاربع بايت اللي بعديها وكده. بعد كده بقى جاهز عندي ريل المفروض اعمل ايه؟ المفروض هضرب فيه ال 80 ال 40 واقسمها على 27000. فاول حاجه هضرب فيه ال 40 اضرب فيه ال 40.0 وهيخرج لي ام دي 80. بعد كده اقسمه على 27000 واقسمه على 27648.0 هيطلع لي ام دي 90. بعد كده المفروض اجمعه على عليه 60 صح؟ اخر الايكويشن دي انا عملت ضربته في 40 وقسمته على 27000 هزود عليه 60 بقى. اللي هي ارت ام دي 90 وهزود عليه 60 وانت 0 وهسجله مثلا في ميموري دبل 100. بقت ميموري دبل 100 دي فيها التمبريتشر بتاعتي اللي هي من 20 دي 100 درجه صح؟ اقدر اعمل بيها كنترول عادي. طب انا لو نفس الكلام ده انا عايز اعمله بلغه ثانيه اسمها ستيتمنت ليست اس تي اف. الستيتمنت ليست دي لغه ثانيه عباره عن ايه؟ عباره عن ان انت بتكتب الكود بتاعك صح. يعني ايه؟ يعني بتقول له اعمل كذا مش بترسم له حاجه معينه. تمام؟ فاول حاجه نفس السيكونس اللي احنا ماشيين بيه برضو احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل الايكويشن. عشان نعمل الايكويشن دي المفروض تحول ده ريل عشان تضربه في كل الحاجات التانيه ريل. فاول حاجه لازم تحول البريفر انبوت وورد بتاعك من انتجر لريل صح كده؟ عشان احولها انا قلت على خطوتين بحولها لدبل الاول وبعد كده بحولها للريل. الستمنت ليست بعمل ايه؟ بعمل اول حاجه انا عايز اعمل لود للانبوت دي صح؟ اعمل لود ليها فاعمل ال بريفر انبوت وورد 256 لود لي بخزنها او بلودها. تمام؟ المفروض اعمل ايه؟ انا عايز احولها لدبل صح؟ يبقى انتجر تو دبل. طب انا عايز احولها لدبل تو ريل صح؟ المفروض حولتها لدبل يعني انا وقفت هنا. انا وقفت هنا صح؟ حولتها من انتجر لدبل. بعد كده هحولها من دبل تو ريل يبقى دبل تو ريل. انا كده حولتها. ماشي؟ انا كده حولتها للريل. تمام؟ المفروض اعمل ايه؟ المفروض هضرب فيها ال 80 ال 40 واقسمها على 27000 ومفروض ازود عليها 60 صح؟ فانا اول حاجه هضربها في ال 40 فهعمل لود ل 40.0 صح؟ بعد كده اعمل ايه؟ مالتي. تمام؟ اعمل ملتبلاي ريل
مش بكتب مالتيبل، بعمل اللي هي علامه التايب ظهر. مش بيتسيف في حته، عشان هو الكود ده هيتعمل كله ورا بعض، فهو بيحولها اللوز البريفر اند بورت من 56 بيحولها على طول دبل، وبعد كده ريل، وبعد كده بيعمل كل الايكويشن بتاعتها، وفي الاخر بتخزنها انت في حته. تمام، اللوج الجديد بس. اه بالظبط، هو بيعمل يعني ده ثابت عليه، انت عملت لود ل 40، اما يعمل تايمز هتعمل تايمز ده على ده. بعد كده اما تعمل مثلا ديفايدد، هو فاكر الديفايدد اللي قبليها، فما يضرب فيها هو عارف هو هيضرب. تمام؟ طب انا كده عملت ملتبلاي صح؟ عايز اعمل ايه بعد كده؟ ديفايدد صح؟ بس لازم الود كام؟ 27648.0 صح؟ المفروض اعمل ايه بعد كده؟ اعمل ديفايد صح؟ ديفايدد ريل صح؟ ماشي؟ في مشاكل؟ بعد كده المفروض اعمل ايه؟ ازود عليها 60، يبقى لود 60.0 بعد كده بلس ريل. بعد كده انا عايز اخزنها في ميموري دبل مثلا ال 100 دي، فهعمل ترانسفير لميموري دبل 100. كده انا خلصت الستيتمنت ليست بتاعي. يعني انا عملت ايه باختصار؟ اول حاجه انا عملت لود البريفرال انبوت وورد بتاعتنا هي 256، بعد كده المفروض احولها الريد، عشان احولها الريد لازم على خطوتين اللي هو انتجر تو دبل، بعد كده دبل تو ريد. انا كده حولتها الريد. المفروض اعمل ايه؟ ادخل الايكويشن بتاعتي بقى، المفروض اضرب في 40 واقسم على 27648 وازود عليها في الاخر 60. فانا عملت لود ال 40.0 عشان تبقى ريد، طبعا لازم 0. بعد كده عملت تايمز ار، بعد كده لود 27648.0، بعد كده ديفايد ار، بعد كده اللود ال 60 وزودتها عملت بلس ار، وفي الاخر سجلتها في ميموري دبل 100 او ميموري دبل اي. انا ممكن الميموري دبل ده تكون 60، ممكن تبقى 60 عادي، مفيش اي حاجه هنا متعلقه بهيد. خلينا يعني نستخدم ميموري دبل واحده بس، ميموري دبل واحده بس بالظبط، اخزن على يعني انت بتعمل الكود كله على بعضه، وفي الاخر بترانسفير القيمه اللي انت خدتها دي في ميموري دبل معين. ما ينفعش مثلا نعمل ميموري دبل مثلا بالسلوب ونستخدمها كذا مره؟ ايه؟ ميموري دبل بالسلوب ونستخدمها كذا مره مثلا زي هنا؟ يعني دي اعتقد اسهل صح؟ يعني مثلا لو يعني هنا انت هتستخدم حاجه من ميموري دبل 60 و70 و80 و90 في الكود بتاعك اللي انت هتكونه، ولا هتستخدم اخر الميموري دبل بس؟ مثلا لو هنا مثلا بالديفايد لو عملنا بالسلوب اللي هو ال 40 على 27600 تمام، نستخدمها يبقى الميموري دبل 90 ديت نستخدمها كذا مره، يعني كذا ريد مثلا. ماشي، بس انت السلوب بتاعك مره واحده صح؟ ايوه، يعني هو كل مره هياخد القيمه دي. يعني مثلا دلوقتي انت درجه حراره دلوقتي غير بعد كده وغير بعد كده، بس الاسلوب واحد ونفس الايكويشن دي اللي هيتغير فيها ايه؟ ريفرنس انبوت وورد صح؟ يعني دلوقتي هيبقى مثلا من رقم 13000، بعد نص دقيقه مثلا هيبقى رقم تاني من 14000. فهياخد نفس القيمه دي هيضربها في كل السيكونس بتاعه اللي هي الايكويشن بتاعتي اللي هيحولها للتمبريتشر فيزيكال كوانتيتي، ويحولها في الاخر ميموري دبل 100. يعني الميموري دبل 100 دي مش بتتعمل مره واحده، او الايكويشن دي مش بتتعمل مره واحده، بتتعمل كل شويه. يعني هي ما ينفعش اخزن اسلوب واكمل عليه في كذا قرايه. يعني انت مش محتاج تخزن اسلوب، فاهمني؟ بس هنا بخزنه عادي. هنا انت بخزنه في ايه طيب؟ في اي ميموري دبل؟ هو ممكن اخزنه في ديفايد اللي هو يعني اعمل ديفايد 40 واحده انبوت 40 واحده 27. ماشي، بس انت ستيل مش محتاجها، يعني مش محتاج الاسلوب في حاجه ثانيه. يعني هي نفس الكلام، كل شويه الورد دي هتيجي برقم ثاني تتضرب في نفس السيكونس ده، ونفس الميموري دبل دي هتتغير وتخزن القيمه الجديده، وفي الاخر انت هتستخدم الميموري دبل 100 صح؟ نفس الكلام هنا، الريفر انبوت وورد دي كل شويه هتيجي لك بقيمه معينه ثانيه، هيحصل عليها نفس الايكويشنز، وتتضرب في ال 40 وتتقسم على 27000 وتزود عليها ال 60 وترانسفير في الاخر الميموري دبل 100 اللي انت هتشغل فيها في الاخر. فاهم كده، بس هو يعني لو عايزين نخزنه كذا قرايه بدل ما نعمله كده ماشي. يعني لو عملت في النص ترانسفير لحاجه ثانيه بس مش
هحتاجها يعني مش هحتاجها يعني مثلا لو بس انت هنا برضو انت مش بتخزن الاسلوب فاهمني انت مش مخزنتش الاسلوب انت لو عملت مثلا هنا ترانسفير في اي جزء في النص انت بتخزن الايكويشن هنا نص ايكويشن قصده يعني لو مثلا باجي اشتغل في فانكشن بتقول لي ايه او انا مثلا في حاجه طلعت ايه مثلا الام دي 70 ممكن اخد منه برده في حته ثانيه اعملها ازاي كله هنا كله هيبقى بالترتيب عشان انت في النص ما بتخزنش في حاجه مثلا ماشي طب يعني مثلا انت ايه اللي هتحتاجه في الايكويشن دي لا انت لما تضرب دي في دي انا بتكلم عامه على الاس دي انا الكل ده تمام تمام فيها بوينتر ايه فيها فا يعني احنا مش يعني مش هنوصل ان احنا محتاجين في اللانجوج دي غير ان احنا نعرف السيكونس ده ونعمل سكيلينج او بعد كده نعمل ان سكيلينج اللي هي عادي انت ممكن تستخدم دي يعني دي هي هي دي لو هو بقى قال لك استخدم لغه معينه انت ملزم باللغه دي لو هو ما قالكش انت ممكن تعملها بالطريقتين دول او بالطريقه الثالثه الاسهل اللي احنا هنعملها تمام ماشي في حد عنده مشكلة؟ تمام؟ آخر حاجة هناخدها أو يعني آخر طريقة هناخدها اللي هي إيه؟ اللي هي عن طريق الـ FC105 إيه هي الـ FC105 دي بلوك جاهز؟ ماشي بس انت لو عملت ترانسفير في نص العمليه انت بترانسفير الرقم 27 ال بي اي دبليو 256 بعد ما ضربته في 40 وقسمته على حاجه ثانيه فانت ما خزنتش 40 80 على كذا يعني انت خزنت ده بده مثلا فاهمني؟ ما خزنتش ده على ده بس فاهمني؟ الطريقه الثالثه اللي انا هعمل فيها سكيلينج هي ايه؟ هي عن طريق بلوك جاهز في البي ال سي اسمه اتش سي 105 ده بلوك معمول للسكيلينج بعمل فيه ايه؟ بيبقى فيه اربع انبوت واحد بس الاوتبوت الانبوت بتاعي اللي هو ايه؟ اول انبوت اللي هو الان بتاعي اللي هو عندي ايه في الحاله دي اللي هي البريفرال انبوت بورد 256 تمام؟ بعد كده بتحط الهاي ليميت واللو ليميت بتاعك ايه الهاي ليميت بتاعك؟ اللي هي ال 100.0 وال 20.0 صح كده؟ طب ايه اخر حاجه عندك البايبولر؟ بالظبط لو بزيرو يبقى انت شغال بوزيتيف لو بون يبقى انت شغال نيجاتيف تمام؟ يعني هنا القيمه اللي انا هكتبها هنا يا اما زيرو يا 1 بس ما ينفعش ادخل عليه زيرو يا 1 على طول لا لازم ادخل عليه ميموري مثلا وليكن ميموري 20.0 ايه ميموري 20.0 حسب هخزن فيها زيرو طب دي بايت ولا بيت ولا وورد ولا ايه؟ دي بايت صح؟ فلازم البايت دي انا لو شغال مثلا باي بولر زي مثلا اللي فاتت بيت واحد يعني البيت لو انا عايز ادخل البيت اللي بعديها يبقى كام؟ البيت اللي بعديها تبقى 20.1 عشان انت بادئ من 0 يبقى 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 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
لو انت عايز تسافر البايت بعديها هتعمل كده، لو مش عايز تسافر البايت في اي حته بعد كده ايوه احنا كده مش هنسافر، قصدي يعني عشان نفهم الموضوع كده هي حاجه انت مش حاجز بايت، انت كده حاجز بيت بس ميموري بس. لو انت عايز تستخدم اللي بعديها على طول تبقى 20.1، لو انت خلاص يعني محتاج البايت بعديها تمام. طب حته البايبولر تمام، البايبولر انت دلوقتي السنسور بتاعك كان شغال من 0 ل 10 فولت ولا من نيجاتيف 10 ل 10 على حسب المساله بتاعتك، بس احنا في الجزء ده كنا شغالين ايه بايبولر اللي هو كان من نيجاتيف 10 ل 10 كان بيديك كام من نيجاتيف 27648 ل 27688. فهنا على حسب السنسور بتاعك، لو انت باي بولر، لو انت شغال بالنيجاتيف يعني باي بولر يعني شغال بوزيتيف ونيجاتيف فهتحط القيمه دي 1، لو انت شغال جزء بوزيتيف بس اللي هو من 0 ل 27000 فهتحط القيمه دي 0 تمام. طب القيمه دي انا ما ينفعش ادخل هنا على طول 0 و 1، لازم ادخل فيها ميموري، فانا دخلت فيها ميموري 20.0 اللي هي البايت 20.0 اللي هي اول بايت في البيت رقم 20، اول بيت في البايت رقم 20، اول بيت في البايت رقم 20 صح كده. طب انا البيت دي متخزن فيها ايه؟ لسه لحد دلوقتي مش متخزن فيها حاجه صح، فانا باجي كده بقول مثلا انا شغال باي بولر فهعمل سيت ليها، هعمل سيت ل ميموري 20.0 كده بقت واحد صح، هي مشكله كده عم تسجل فيها 1، فانا الباي بولر انا شغال كده بس. طب انا لو شغال مش بايبولر هعملها بس بس في حد عنده مشكله؟ لو هي بصفر يبقى ريست، لو هي بصفر يبقى ريست يبقى انا مش شغال بايبولر، لو هي بون يبقى ست يبقى انت شغال بايبولر. نيك سؤال غبي حبتين ثلاثه، ليه بنختار مثلا ارقام غريبه زي 10 20 30؟ ليه ما بنعملش مثلا ميموري 1.0 كده عادي؟ ليه ما بنسهلهاش؟ لا هي رقم مش فرق يعني عادي ممكن تصدم اي حاجه، يعني مش حاجه مثلا محجوزه او حاجه يعني اقدر استخدمها وانت ما اعرفش الميموري 1 دي محجوزه او حاجه ولا، بس يعني عاده يعني مش لازم تبدا من رقم 0.0، مش لازم 0.0 0.1 يعني ممكن تبدا من اي جزء في الميموري يعني تمام. ده كده السكيلينج بثلاث طرق، يا اما بالستمنت ليست، يا اما بالفانكشن بلوك ديجرام، يا اما بالبلوك الجاهز اللي هو السكيلنج اللي هي الاف سي 105 تمام. وايه يعني عاده بنحط دي قبليها على اساس ان هو بيمشي سيكوينشال يعني، على اساس ان هو بيمشي سيكوينشال ماشي. في مشكله في الثلاث طرق بتاعتنا سواء الستيتمنت ليست او الفانكشن بلوك او الفانكشن جازر ماشي. هاخد مسألة المفروض أو مسألتين، هاخد مسألتين في الجزء ده يعني المسائل هتلاقيها أصعب بكتير من المسائل بتاعت الليست اللي احنا كنا متعودين عليها تمام؟ 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 على حسب الموضوع مستعد بنفس القيمة ولا لا 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 بيقرا درجة حرارة من 30 ل 150 درجة تمام؟ والسنسور ده بيطلع لك كرنت من 4 ل 20 ملي أمبير ماشي؟ بيقول لك اعمل ديزاين بي ال سي بروجرام عشان تكنترول التمبريتشر بتاعتك من 62 درجة ليه
58 درجه، بحيث انت عندك فان، الفان دي لو انت درجه حراره اعلى من 62 هتشغلها، لو اقل من 58 هتوقف. طب ليه انا مش بستخدم نفس درجه الحراره، مش بستخدم مثلا اعلى من 62 واقل من 62؟ لازم اسيب رينج عندي عشان ما يضلش الفان بتاعتي تفتح وتقفل، تفتح تبرد على طول تقفل تشتغل. لازم يبقى في كنترول او ريجن في النص اللي هي ده اللي اسمه ستريس كنترول. فانا لو عايز ارسم الدرجان بتاعها مثلا، لو انا عندي درجه حراره وانا عندي مثلا درجه حراره هنا 62 وهنا 58، المفروض درجه الحراره تبدا تشتغل صح كده؟ درجه الحراره هتبقى عندي في الرينج ما بين 62 ل 58. ولو انا عندي فان هنا، فالفان بتاعتي تشتغل امتى؟ اول ما يزيد عن يعني هي المفروض جايه شغاله، اول ما توصل هنا ينزل زيرو، اول ما توصل هنا تفصل تشتغل تفصل. بتشتغل وتفصل، لو زادت عن 62 هتشتغل، لو قلت عن 58 هتفصل صح كده؟ حلو. طب انا اول حاجه المفروض اعمل ايه؟ اول حاجه خلصت المساله المفروض اعمل ايه؟ انا عايز درجه حراره، فانا عايز امسك الميموري او المكان اللي متخزن فيه درجه حراره صح كده؟ فاول حاجه المفروض هنعملها السكيلنج. لو انا عايز كنترول درجه حراره، فانا لازم امسك في ايدي درجه الحراره دي متخزنه فين صح؟ فوليكن مثلا هو باي ديفولت هي داخله على بريفر ان بتول 256، فانا عشان اول حاجه ارسم الجراف بتاعي او الاسلوب بتاعي، هو ده شغال من كام لكام؟ المفروض ده كده من 4 ل 20 ملي امبير صح؟ فهو يوني بولر، فهيبقى من 0 ل 27648 صح كده؟ المفروض درجه الحراره عندي من كام لكام؟ من 30 ل 150 صح؟ ادي كده 30 وادي كده 150، وانا المفروض عندي البريشر يونت وولت حاجه في النص 256، والكيرف ده المفروض الدنيا عندنا شويه عند انبوت وورد معينه في التمبريتشر بتساوي كام، فانا لازم اجيب التمبريتشر اللي بتساوي كام صح كده؟ فاول حاجه اكتب الايكويشن بتاعتي، اقول التمبريتشر بتساوي البريشر انبوت وورد 256، بعدين اضربها في الاسلوب بتاعي اللي هو هيبقى كام؟ 120 اللي هي 150 ناقص 30 120 على 27848 زائد 30 الشفت بتاعي صح كده؟ انا كده كتبت الايكويشن بتاعتي اللي انا هستخدمها. المفروض اول حاجه هعملها بسكيل، اعملها باي طريقه لو هو حدد لي طريقه معينه هستخدم الطريقه، لو هو ما حددليش طريقه معينه هستخدم اي طريقه، وتقريبا اسهلهم هي الفانكشن الجاهزه اللي هي الاف سي 105 صح كده؟ فاحنا هنفترض ان هو ما حددليش طريقه، فانا هستخدم الطريقه الجاهزه اللي هي الاف سي 105. وفي المحاضره ثلاث طرق شرحوا ولا في طريقه منهم؟ في طريقه ما شرحتش لسه اللي هي الفانكشن بلوك الاخيره دي ما اتشرحتش؟ اتشرحت كله اتشرح. الثلاث طرق اتشرحوا؟ تمام. طب الاف سي 105 دي عباره عن ايه؟ احنا قلنا دي بلوك جاهزه يبقى فيها اربع انبوت، الانبوت والهاي ليميت واللو ليميت، وايه لو انت شغال بايبولر ولا لا؟ وفي الاخر الاوت. طب الانبوت بتاعك لو هو ايه؟ بريفر انبوت وورد 256، الهاي ليميت
بتاعتك اللي هي كام؟ 150 150.0 اللو ليميت بتاعك 30 اللي هي 30.0 هل انت شغال باي بولر ولا لا؟ لا شغال باي بولر ولا لا؟ لا صح؟ فهعملها ريسيت ريسيت لميموري 20.0 ماشي؟ تمام؟ هو هنا على طول هو البلوك الجهاز ده بيحولها لك من دبل ويحولها لك فين ويضرب لك في السكيل بتاعك تمام؟ لو هو انت ما استخدمتش البلوك ده انت هتضطر واحده واحده تعملها ماشي؟ وفي الاخر هتسجلها في ميموري دبل 50 ماشي؟ وتعمل بقى كومباريزون بميموري دبل 50 كومباريزون ايه؟ تمام؟ دلوقتي انت درجة حرارة متخزنة عندك بميموري دبل 50 هتشوف هتشغل انت وتطفي انت المفروض هنشغلها انت لو ميموري دبل دي زادت عن 62 فهعمل كومباريتور كده اكبر من الار عشان دي ريد تمام انبوت 1 انبوت 2 وهنا هسجل في ايه؟ شغل فين مثلا بالظبط هنا عندي اول رقم اللي هو الام دي 50 ميموري دبل 50 اكبر من 62 0 المفروض دي الفايل بتاعتي صح كده مثلا ده السيت والريسيت بتاعي هتعمل ريسيت في سيت امتى لو الميموري دبل 50 دي اكتر من 62.0 صح هدخل السيت على طول عليك طب لو هتعمل ريسيت امتى ميموري دبل 50 لو الميموري دبل 50 دي اقل من 48 بوينت 0 هعمل ريسيت هعمل ريسيت لو هو اقل من 58 ايه؟ هعمل ست للفايل احنا هنعمله ست لو اعلى من 52 وهتعمله ريسيت لو هو اقل من 58 لما روح تشتغل تمام انت بتشغل مروحه ليه؟ لما الحراره تزيد الحراره تزيد صح؟ يعني حراره اعلى من 62 انت شغلت درجه حراره شغلت المروحه فاعلى من 62 هتعمل ست للمروحه طب هتطفيها انت درجه حراره تقل صح؟ قلت عن كام؟ عن 58 فاول ما درجه الحراره عندك تقل عن 58 هتعمل ريست للمروحه صح؟ في مشكله؟ ايه بتحاول تزودها يعني ايه؟ بتحاول تزود المروحه يعني نسيب الانفرتر ان هو ايه اللي هو مش بيطفي ويشتغل لا هو ثابت عند درجه حراره معينه لكن لو مثلا تكييف مش انفرتر لا هو بيقفل ويشتغل تاني صح؟ بيقفل انت بيقفل نفس الفكره كده انت مظبطها على 21 فهو الترنا شغال مثلا من 20 ل من 22 ل 19 مثلا درجه فوق ودرجه تحت تمام؟ ماشي في مشكله في المساله دي؟ تمام؟ حلو هناخد مساله كمان اخر مساله تمام وعندك temperature sensor بتاعك من 100 ل 400 تمام والفولت بتاعه هو شغال من نيجاتيف 10 ل 10 فولت تمام بيقول لك بقى ايه المروحه التمبريتشر بتاعك اعلى من 158 بص فاهم يعني المروحتين هيبقوا شغالين تمام لو اقل من 158 يعني لو درجة الحرارة أعلى من 162 مروحتين هيشتغلوا لو أقل من 158 مروحتين هيقفل صح؟ لو درجة الحرارة between 158 و 160
واحده بس 1 فان اون. لو قال لي 1 فان از اون لو عايز اشغل فان فانا هثبت مثلا فان هشتغل كذا. لو انا عايز مثلا ارسمهم هرسمهم ازاي؟ عندي كده 3 صح؟ عندي 3 تمبريتشر. اول حاجه اللي هي 162 وبعد كده عندي 160 واخر واحده عندي 158 صح؟ ودرجه حراره المفروض شغاله ما بين صح كده؟ تمام. وعندي مثلا هنا فان 1 وفان 2 صح؟ لو درجة حرارة أعلى من 162 المفروض إيه اللي هيحصل؟ الاثنين شغالين صح؟ المفروض الاثنين شغالين. أول ما توصل عند 160 يعني بقيت ما بين 160 و 158 افصل واحدة المفروض واحدة تفصل وواحدة تشتغل صح؟ فأنا هقول مثلا هثبت مثلا فندي هي اللي هتفصل تمام؟ ودي هتفضل شغالة. هتفصل إمتى؟ تفصل لو قلت عن 158 صح؟ وبعدين هيشتغل تاني امتى؟ ما يطلع بقى. لما تشتغل تاني بتوصل تاني عند 162 كل واحدة تشتغل الأول لا هما الاثنين بيشتغلوا عند 162 تمام؟ وبدأوا يفصلوا بالتدريج. أول ما توصل عند 160 واحدة هتفصل ولو وصلت عند 158 الاثنين هيفصلوا ويشتغلوا تاني. يعني ده الكونديشن اللي بيشغلها اللي هو أكبر من 162 بس يعني بس تشغيل يعني اشتغل اه يطفي امتى؟ هو ده الكونديشن اللي هو حاطه تمام؟ هيشتغل تاني اول ما تزيد عند 162 صح؟ وهتفصل امتى؟ اول واحده هتفصل عند 160 وبعد كده التانيه هتفصل عند ال 158 صح؟ ونفس الكلام. طب ايه الفرق ايه؟ الحاله وهي بقى بترجع من 158 طلع تاني 162 لا ما هو ده كنت مع نفس السؤال. هو ده الكونديشن اللي هشغلها اللي هي اعلى من 162 هي هتشتغل. هي بتفصل بالتدريج يعني اول ما درجه الحراره تقل مثلا قلت عن 158 او قلت عند 160 واحده بس هتفصل. قلت عن 158 الاثنين هيفصلوا. بعد كده اللي هيحصل المفروض درجه الحراره هتزيد لحد 162 الاثنين هيشتغلوا تاني. ماشي اه دايما اي مره بتوصل يبقى ان هي 160 واعلى من 150 طب الناس هتشتغل في اي شهر. ايه اللي هيفصل بقى؟ احكي لي عامل حاجه بقى. بص يعني انت عندك دلوقتي الكونديشن اللي هيشغلك ايه؟ ان انا الاول هعدي 162 اللي هيفصلك عندك مروحه هتفصل عن 160 ومروحه ثانيه هتفصل عن 158 صح؟ هيعمل ريست ورست. هو لو قال بقى تاني دكتور قال لما درجه الحراره تزيد عن 60 المروحه دي بتشتغل الاول ماشي لو زود الشرط ده معاك حفظ حاجه بالظبط. لو انت شرط اصلا المروحه بتاعتك بتشتغل يبقى التاني هتشتغل عن 160 كده كده بغض النظر عن 162 وصلتها ولا لا تمام؟ يعني بس انت ما شغلتهاش عن 160 عشان ممكن اصلا التمبريتشر بتاعتك تفضل تلعب هنا والفان التاني اصلا ما تشتغلش. انت شغال في كنترول بس اعلى شويه يعني الريجن بتاعت الكنترول بتاعك اللي هو ستريس اعلى شويه تمام؟ في حد عنده مشكله؟ تمام. ده لو هو ما قال لي لو قال لي 1 فان از اون بس وخلاص صح؟ طب لو قال لي مثلا 1 فان از اون سيكونشلي يعني ايه سيكونشلي؟ يعني متتابع صح؟ يعني مرة فان واحد مثلا هتفصل عند 160 وفان اثنين هتفصل عند 148 اما يشتغلوا تاني. الفان 1 دي انا هريحها او يعني هفصلها ازيد يعني انا شغلت الفان 2 اكتر فانا هريحها اخليها هي اللي بتفصل عند 160 والفان الثاني هتفصل عند 158 مفهومة ولا فيها لخبطة؟ يعني لو قال لي سيكونشلي فالدايجرام بتاعنا مش هيبقى كده. ايوه تعملها زي باكو طبعا ده هيترمي.
لو قال لي سيكوينشلي فانا اول حاجه درجه حراره اعلى من 162 فالاثنين شغالين. اول ما توصل عند 160 المفروض واحده هتفصل اللي هي مثلا الفان 1 مثلا. بعد كده اول ما تنزل عند 158 الثانيه هتفصل. لو درجه حراره عاليه عند 162 الاثنين هيشتغلوا. واول ما توصل 60 هيبدلوا. اللي كانت شغاله اللي كانت شغاله هي اللي هتفصل، واللي كانت فصلت هي اللي هتكمل شغل. تمام؟ مفهوم الحته دي؟ تمام. طب انا عايز اعمل كودنج للمساله دي او للسيستم ده، المفروض ابدا بايه اول حاجه؟ هنبدا بالسكيلنج يعني صح؟ هنرسم الجراف بتاعنا. احنا عندنا جراف ده دلوقتي بايبولر صح؟ هعمل جزء بوستر عند نيجاتيف 27648 وعند 27648 صح كده؟ وهنا ده التمبريتشر بتاعي المفروض من كام لكام؟ من 100 ل 400 صح؟ تمام. المفروض الجراف ده هيبقى حاجه شبه كده صح؟ والنقطه اللي في النص اللي هي هتبقى كام؟ 250 اللي هي 40 ناقص 100 اللي هي تبقى كام؟ اللي هي 300. نص 300 اللي هي تبقى 150. يبقى هنا 250 صح كده؟ او عايز اكتب الايكويشن بتاعتي. طب ازاي؟ انا عندي مثلا بريفر انبوت وورد هنا. انبوت وورد 256 يبقى هنا temperature بتساوي كام؟ اكتب الايكويشن بتاعتي. temperature بتساوي W space. حد يقول لنا كده الايكويشن هتبقى ايه؟ 20 على 9 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 تبقى 150 زائد 250 هتبقى 400. طب لو زيرو المفروض هتطلع لي كام؟ 250. لو زيرو هتطلع لي فعلا 250. طب لو نيجاتيف 27000 المفروض هتطلع لي كام؟ تطلع لي 100. نيجاتيف 27000 هتروح مع 27000 بس هتحط لي نيجاتيف هتبقى الفرق بتاعك 100. يبقى انا الايكويشن بتاعك مظبوط صح كده؟ عايز اكتب الايكويشن دي نعملها بال ايه؟ بأي طريقه؟ عندك اول حاجه الانبوت والهاي ليميت واللو ليميت والبايب وفي الاخر بيبقى الاوت. الانبوت بتاعك اللي هو ايه؟ ريفرنس انبوت وورد بي اي دبليو 256 والهاي ليميت بتاعك 400 والزيرو اللو ليميت بتاعك اللي هي 100 والبايبولر بتاعك ام 20 او ام 10 او ام 20 بوينت زيرو. لازم اعمل ام 20 دي ست ولا ريست؟ ست. ام 20 بوينت زيرو صح كده؟ واسجلها في الاخر على ايه؟ ميموري لوس. هو لو هنستخدم اف سي 105 مش لازم نعمل سكيلينج. دي سكيلينج. مش لازم الرسم دي. مش لازم لو انت هتستخدم دي مش لازم الرسم. مش هتحتاج الرسم. لو قال استخدم فانكشن. لو قال لك استخدم فانكشن لازم ترسم الرسمه دي او لازم تجيب السكيلينج الايكويشن بتاعت السكيلينج باي طريقه. تمام؟ حلو. ست ده اللي هو الفيروس ده؟ ايه؟ ست ده اللي هو الفيروس ده اللي مش عارف ماشي. طب انا دلوقتي المفروض عندي كام حاله؟
كم ستيت عندك؟ ثلاثة. ثلاثة صح؟ اللي هي ستيت 1 مثلا اللي هي درجة حرارة أعلى من 162 صح؟ وستيت 2 اللي هي درجة حرارة أقل من 160 أقل من 160 وأعلى من 158 وستيت الثالثة تمبريتشر أقل من 158 صح كده؟ كان نمسح الجزء ده يعني انا لو عايز اعمل كومباريتور ثلاثه كومباريتور بالحالات دي هقول لو ادي كومباريتور مثلا الاولاني اعلى من الار من الدبل 100 اعلى من كام 162 صح كده دي هتسميها مثلا ستيت 1 دي اول حاجه صح عندي كومباريتور ثاني أصغر من R من الدبل 100 أصغر من 160 دي ستيت 2 ودي أصغر من آخر حاجة من الدبل 100 أصغر من 158 هتشغل لي الستيت 3 صح كده؟ دي الثلاث حالات عندي صح؟ المفروض دول المفروض هيعملوا ست وريست للتو فان ممكن اعمل كده ست وريست للتو فان يعني كده فان 1 ست وريست فان 2 ست وريست حلو الكونديشن اللي ست فان 1 اللي هي تبقى فوق ال 160 تمام يعني السيت بتاع الفان 1 اللي هو ايه؟ اللي هي ستيت 1 صح؟ ستيت 1 حلو طب وبتاع الفان 2 السيت بتاعها نفس السيت صح؟ عشان هما الاثنين بيشتغلوا عن اعلى من 152 162 صح؟ المشكله هتظهر عندي في وقت الريسيت بتاعي يبقى هنا ستيت 1 ماشي طب الريسيت بتاعي انا عندي حالتين في الريسيت صح؟ كل واحده عندها حالتين يا اما مره هتفصل لي اقل من 158 يا اما مره هتفصل لي عن اقل من 160 في حاله فان 2 هنعمل اند مع ستيت 2 مع ستيت 3 ودول الريسيت بتاع فان 2 اوكي طب بص وقف ستيت 3 هي الريسيت بتاع فان 2 ستيت 3 فان 2 ماشي بس انا كده ثبتت فان 2 ان هي كل مره هتفصل عن 158 مش كده مش سيكونشال صح؟ دي كده يبقى الجزء من المساله الاولاني اللي هو لو هو ما قالكش سيكونشال يبقى واحده هتفصل لي عند 158 واحده هتفصل عند ستيت 3 واحده هتفصل عند ستيت 2 صح؟ لو هو ما قاليش سيكونشال طب لو هو قال لي سيكونشال فانا لازم يبقى كل واحده عندها تو كونديشن اوف ست الريست صح مره هتفصل عند 100 عند ستيت 3 مره هتفصل عند ستيت 2 مره هتفصل عند ستيت 3 ومره هتفصل عند ستيت 2 بس هنشوفها هنعملها ازاي يعني تو كونديشن يعني اورنج صح يعني لازم اعمل اورنج ماشي ستيت 2 الكونديشن اوف ريسيت ايه اللي ثابت عندي اللي هم اللي لازم هيفصلوا عندهم ستيت 3 صح ستيت 3 لو وصلت عند ستيت 3 كده كده الاثنين هيقفلوا ما فيش واحده مش هتفصل فيهم صح الاختلاف هيبقى ايه ستيت 2 صح اللي هي واحده المفروض تفصل عند ستيت 2 مره وواحده هتفصل عند ستيت 2 مره ثانيه هنعمل مثلا قبلها مره على ستيت 3 فوق تحت على ستيت 2 اه
بص النقطة قبلها قبل ايه كونديشن زيادة؟ هنحط كونديشن زيادة، هنحط فلاج أو هنحط ماركر اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هنعرف هنا مش شغال المرة اللي فاتت هنقول تي 2 ومثلا الاكس ايكوال وهنا تي 2 والاكس بس ايكوال تمام؟ نفس الفكرة اللي هي مرة هتفصل عند الـ 2 بس مرة بالإكس بون ومرة بالإكس زيرو صح؟ طب والـ 3 كده كده هتفصل عند الـ 3 صح كده؟ طب الـ X دي عايز أعمل لها فوزينج تبقى إزاي؟ أنا هعمل لها ست أول مرة الرقم ماشي أنا عايز كل مرة تفضل تتبدل صح؟ يعني أي سايكل وإحنا مثلا كده يعني المفروض كل سايكل المفروض بتتبدل من 0 ل 1 من 0 ل 1 السايكل بتبدا من امتى من اول ما بدا عند 162 صح يعني انا عايزه اول ما يوصل عند 162 يعكس لي الاكس بتاعه نفس كان مثلا ايه نفس فكره الفلاشر يعني نفس فكره الفلاشر حاجه زي كده يعني بس مش كده يعني اسهل بكتير ماشي طب اول حاجه هعمل ادي الاكس بتاعتي سيت ولا سيت الاكس بتاعتي الكيو والفكره لو مثلا الـ الفانل الثانيه مثلا كانت شغاله الماركر ده هيطفيها في السايكل الثانيه هيطفيها هم السايكل الباص بتاعها كان هيبقى مفتوح هكذا وهيقفل في السايكل الثانيه هكذا ماشي بص احنا هنخلصها ونشوف كل واحد عنده سؤال تمام يعني ايه يعني 158 وال158 هيعمل سيت فين 158 تمام واحد تمام بس انا بشغله وانا نازل اه يبقى هبدا ب ماشي طب انا هعمل له سيت امتى لو عند لو اول السايكل بتاعتي اللي هي 162 صح بس هعمل له سيت لو هو وصل عند 162 وهو كان بزيرو صح مش انا عايز احوله من 0 ل 1 من 0 ل 1 يبقى لو هو بزيرو ووصل عند 162 انا هحوله ب 1 صح كده يبقى كده ادي الاند كده لو هو عند ستيت 1 صح ووصل عند والاكس بتاعتي كان بزيرو هعمل له سيت طب هعمل له سيت امتى؟ نفسها بالظبط لو هو عند ستيت 1 بس الاكس بتاعتي كانت 1 يعني لو الاكس بتاعتي كانت 0 وانا وصلت لاول حاله فهو هيعملها لي بالست هتبقى 1 لو الاكس بتاعتي كانت اصلا 1 وانا عند اول سايكل هعملها لي بالست هيحولها تاني صح؟ ماشي واضحه؟ طب ماشي بس هنا هيقابلني برضو مشكلة ايه المشكلة؟ افرض ستيت 1 دي انا قعدت فيها فترة يعني انا قعدت فوق ال 62 162 دي فترة ايه اللي هيحصل؟ تعالوا كده نتريس ايه اللي هيحصل؟ أول حاجة عند ستيت 1 الإكس مثلا في البداية كانت 0 فهيعمل لي سيت صح؟ أنا لسه عند ستيت 1 تمام؟ فب 0 عملتها لي سيت بقت 1 هتروح تعمل هتدخل هنا ستيت 1 لسه متحققه والاكس كانت 1 فعلا هيعملها لي ريست وترجع تاني تعملها لي ريست تعملها لي ريست تعملها لي ريست وريست ريست وريست ريست وريست صح؟ انا مش فاكر انا كنت واقف عند ايه اصلا؟ كنت واقف كانت ب 0 ولا كنت واقف كانت ب 1 صح؟ فانا عايزها تتحقق مره واحده ازاي اخليها تتحقق مره واحده؟ بالظبط اعملها ايه؟ اعمل ستيت 1 دي البوزيتيف الرايزنج ايدج بتاعي وهنا نفس الكلام ستيت 1 بس عند البوزيتيف ايدج بتاعي بس بحيث ان انا كده ضامن ان هي عند البوزيتيف ايدج بس هتعمل لي سيت وعند البوزيتيف ايدج بس هتعمل لي رايزنج ايدج فمره واحده بس في الحاله بتاعت ستيت 1 هي هتتحول لي اما من 0 ل 1 او من 1 ل 0 في حاجه مش مفهومه في دي طب سؤال هل ده هيأثر لو مثلا كان
ما قعدش فوق كتير بقى لما نزل تاني. طب ماشي لو قعد فوق كتير. لا العكس بقى. لو ما قعدش فوق كتير، لو اول ما وصل عند 162 في رايزنج ايدج صح؟ خلاص الرايزنج ايدج هي كانت بزيرو هتبقى 1 صح؟ هتنزل هتكمل بقيه المساله عادي اللي هو الاثنين اشتغلوا. بعد كده الريسيت هيحصل امتى؟ هنشوف لو هي عملت لها ست فاول ثاني الفان 1 دي هتفصل عند ستيت 2 صح؟ والفان الثانيه دي عشان الاكس بزيرو فمش هتفصل، هتستنى ستيت 3 وتفصل. وبعد كده درجه الحراره تعلى ثاني توصل عند ستيت 1 الاثنين هيشتغلوا. اول ما توصل عند ستيت 1 الاكس بتاعتك هتتحول من 1 لزيرو صح؟ عشان الكونديشن ده يكون حق اللي هو ستيت 1 والاكس ايكوال 1 فتعمل لي الريسيت للاكس تمام؟ اول ما تعمل الريسيت للاكس تبدا درجه الحراره والتو فان يشتغلوا، درجه الحراره هتقل. اول ما تقل المفروض الاكس عندي بزيرو ففان 1 فان 2 هي اللي هتوصل عند ستيت 2 صح كده؟ وفان 1 هي اللي هتكمل لحد ستيت 3 وتفصل. كده انا قدرت ابدل ما بين التو فانز فان 1 وفان 2 سيكوينشال اللي هي مره دي تفصل ودي تريح ودي تشتغل، مره العكس اللي فصلت اول مره هي اللي هتكمل واللي اشتغلت هي اللي هتفصل عند ستيت 2. في حاجه مش مفهوم في المساله دي؟ كده احنا خدنا نفس المساله او يعني نفس الاكزامبل بتاع المساله لو هو فان 1 فان واحده وانا بشتغل ما بين قيمتين عرفت عملتها ازاي. ولو انا شغال بتو فانز سواء هو قايل لي سيكونشلي او لو مش قايل لي سيكونشلي فانا بثبت فان معينه هي اللي هتفصل عند درجه الحراره دي او عند ستيت 2 والفان الثانيه هي اللي هتفصل عند ستيت 3. لو هو قايل لي سيكونشلي فانا لازم ابدل ما بينهم. ابدل ما بينهم عن طريق ايه؟ عن طريق ماركر اللي هو الاكس اللي انا عملته تمام؟ والماركر ده كل ستيت 1 كل ما اوصل عند ستيت 1 بيقلب لي، لو كان بزيرو هيبقى بون، لو بون هيبقى بزيرو تمام؟ والتو فانز دول انا عملتهم ازاي؟ سيت وريسيت بلوك. السيت بتاعي في التو فان هو الستيت 1 اللي انا اوصل عند السيت الاولانيه اللي هي اعلى من 162 التو فانز هيشتغل. المشكله في الاول اللي هي الريسيت بتاعي. الريسيت بتاعي الاثنين هيعملوا ريسيت عند ستيت 3 بس في واحده هتعمل قبل ستيت 3 في واحده هتعمل عند ستيت 3 صح؟ فلو انا حطيت اوري هحط الاثنين ستيت 3 موجودين عادي. اللي هيفرق لي بقى عند ستيت 2 هحط اورنج معاها ستيت 2 بس هحط بقى الاكس معايا. الاكس لو بزيرو في واحده هتفصل، لو الاكس بون هتكمل والمره الجايه الاكس هتتغير فاللي فصلت هتكمل شغل واللي اشتغلت هي اللي هتفصل تمام؟ ها واضحه ولا فيها مشكله؟ ايه؟ فيها مشكله؟ واضحه؟ ان شاء الله تمام؟ كده احنا خلصنا السكشن ان شاء الله يعني. و